تربع هناك في جبال الأطلس الكبير بقلب عاصمتهم الأولى، ظل 900 عام من الزمان لغزاً محيراً. الطريق الغامض المهيب هو الممر الوحيد إليه. هذا الطوب اللبن لم تقوى السيول الجارفة المتتابعة على مدار مئات السنين أن تحدث فيه أثراً، فتحول إلى بناء هندسي عجيب. هناك في محرابه التاريخي طالما وقف الأئمة يطلبون من الله مرادهم، ومن خلفهم ردد المصلون التأمين على الدعاء. فماذا فعل زلزال المغرب بذلك الكنز المهيب؟ لقد فعل الزلزال في هذا الجامع ما لم يجرؤ مناوئو الدين على فعله، فالمسجد الذي طالما شهدت أروقته وجدرانه على صلوات المصلين ودعاء المبتهلين، بدا أطلالا دكها الزلزال كما لو كان بناء عاديا وسط ذلك الوادي. لم يعد للمسجد سقف، وقد سوى الزلزال سقفه تماما بالأرض، أما المئذنة العتيقة فتحولت بالكامل إلى ركام أبكت الناظرين إليها والمارة والإعلاميين الذين ساقتهم أقدارهم إلى تغطية أصعب مأساة عاشها ذلك البلد الذي فقد ما يربو على 2000 شخص من أبنائه تحت الركام، وأصبحت قرى بأكملها في سجلات النسيان، بينما تعرض أكثر من 2000 آخرين إلى أضرار صحية بالغة. هناك من قلب الوادي ينظر المارة إلى أطلال المسجد، يحاولون أن يتمالكوا أنفسهم من البكاء دون ما جدوى، وتحار خطاهم بجوار أطلال البناء العتيق، فيترددون كثيراً قبل الوقوف بأقدامهم على أطلال الجامع وركامه، فلعل في هذه البقعة مصحفاً لم يراعي الركام حرمته، ولعل تحت الركام كتاباً يشرح تفسيراً للقرآن أو مصبحة خشع ممسكها بذكر الله. وأشد المشاعر وطأة على النفس تلك التي تعيد فتح سجلات التاريخ، حيث يعود بناء ذلك المسجد العتيق إلى القرن 12 وأقامته دولة الموحدين في المغرب، وكان بالنسبة لتلك الدولة واحداً من أهم كنوزها ومعالمها الحضارية الفريدة. الوادي الذي أسس فيه المسجد كان عاصمة للدولة الموحدية، أو بالأحرى العاصمة الأولى لتلك الدولة قبل أن تحكم سيطرتها على مراكش وتعين قائدها خليفة. ظل المسجد شاهداً على إمبراطورية الموحدين ومؤسسها المهدي بن تمارت، وتواصل معه سكان تيمال، وقد علم المهدي أن الوصول إليها هو المستحيل بذاته لوجود موانع جغرافية صعبة، بينما كان في مواجهة عسكرية دائمة مع المرابطين. وادي النفيس كان ذلك الوادي الممر الوحيد لبلوغ تيمال، وكان يحوي مياهاً صافية جراء السيول، لكن التجار اتخذوه طريقاً في الصيف، وأسماه الرحالة الطريق الوعرة لصعوبة المرور فيها. وحينما طاب المقام لابن تومارت أحد مؤسسي دولة الموحدين، بدأ تكوينها باختيار 50 خبيراً بشؤون الحكم أسماها مجلس 50. منظمة اليونسكو تأهبت بعد زلزال المغرب لمحاولة الوقوف على تداعيات الزلزال على المواقع الحضارية والتاريخية داخل المغرب، بينها مسجد تيمال المدرج ضمن قوائم المنظمة العالمية باعتباره من قوائم التراث، وتقرر إيفاد بعثة دولية معنية بحصر الأضرار فيما تعالت مطالب المغاربة رغم ما هم فيه من المعاناة إلى ضرورة الإسراع في ترميم ذلك المسجد.